اهلا بيكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. في ستات كتير لما بتبعت ونتواصل معاها ونتكلم معاها بتقعد تقول جمله متعبه جدا جدا، بتقول انا دايما حملي ما بيكملش، انا دايما للشهر الثاني او الشهر الثالث وبسقط. طب انا اعمل ايه؟ انا هل مثلا في حاجه في اللايف ستايل بتاعتي بتخلي الموضوع يوصل في الاخر للفيلير اللي انا دايما بقابله ده؟ طب هل ممكن لو انا استخدمت تقنيه من التقنيات اللي انتوا دايما بتتكلموا عليها، سواء حقن مجهري اطفال انابيب او تلقيح صناعي، ممكن برضو اوصل لنفس النتيجه ولا هيبقى في امل في الاخر ويحصل الاوتكم اللي احنا كلنا عايزينه وهو الحمل؟ كل ده هنتكلم عليه النهارده، وهنعرف ايه اسباب الاجهاض المتكرر، وهنعرف اكتر ازاي نزود من نسب نجاح كل تقنيه من التقنيات اللي دايما بنتكلم معاكم هنا في ذا دكتورز. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه اللي دايما منوراني معانا هنا في الاستوديو، استاذ دكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري، رئيس مجلس اداره مستشفيات نور الحياه. اهلا بيك يا دكتور، دايما منورنا يا دكتور. والشق النفسي يا دكتور لاي ست دايما لما بتيجي تتواصل معانا الجمله دي بتبقى متعبه جدا جدا. طبعا. انا حملي ما بيكملش، انا نفسي حملي يكمل ويمشي على خير وتبقى الدنيا طبيعيه بالنسبه لي. اسباب الاجهاض المتكرر يا دكتور لو بريف نقدر نتكلم عليها. ممكن يكون عيب خلقي في عنق الرحم، هو يكون متسع، وده دايما بنلاقيه في العيوب الخلقية للرحم، زي وجود حاجز في الرحم. أوكي. دايما يبقى معاه اتساع في عنق الرحم، يبقى انا بشيل الحاجز ولكن لازم اعمل لهذه السيدة ربط لعنق الرحم علشان ما يحصلش اجهاض متكرر. قد يكون هناك عيب في الجهاز المناعي لهذه السيدة، بيهاجم هذا الجنين مش متعرف عليه، فبيرجكت كأنه فورين بودي، كأنه فورين بودي بالظبط كده. او قد يكون هناك عيب في الكروموسومات الوراثية. أوكي. وتؤدي الى الإجهاض المتكرر. في سبب او اسباب بسيطة اللي هي لا تذكر قوي، اللي هو يقول لك ميكروب القطط ومش عارف او الناس اللي عندها الرجيز واللي عندها حساسيه. انا لا اعلق عليها كثيرا. أوكي. لانه عايز استفاضه فيها. وهي ما هياش اسباب ذات قيمه اطلاقا في الاجهاض المتكرر، خصوصا مرض القطط اللي واخد اكتر من حده، لكن ده ما بيعملش اجهاض، ما يوصلش مثلا لمرحله الاجهاض، ما يعملش اجهاض متكرر. ممكن يعمل اجهاض لمره واحده. أوكي. ولكن جسم البنت او السيدة دي عمل مناعة. فاذا الميكروب دخل تاني بيهاجمه الجهاز المناعي، فبالتالي ما يحصلش اي تأثير على الحمل اللي بعد كده. تمام. ده لو كان بيؤدي الى الاجهاض. ولكن الاجهاض في لازم ان احنا نفرق بين اجهاض في اول 3 شهور. أوكي. واجهاض بعد الثلاث شهور، اللي هو في إيه دكتور؟ وقبل اللي هو الاسبوع ال 28. تمام. لانه بعد من الاسبوع 28 فما فوق بنقول عليها ولاده. تمام. لكن ما قبل ذلك يبقى دي اجهاض. الاول 3 شهور ده لازم استبعد الـ العنق الرحم كسبب، او يقول لك عنده اتساع في عنق الرحم تعال اربط لي. لا. ما فيش حاجه اسمها عنق رحم واسع يؤدي الى اجهاض في اول 3 شهور من الحمل. لازم ده مسكونسبشن مش موجود اصلا. لا طبعا. لازم اشوف اسباب اخرى، وهذه الاسباب ممكن تتعمل لها فحوصات، والفحوصات دي بوصل لسبب وبعالج هذا السبب، فبالتالي ان شاء الله بيحصل حمل فيها. لكن عنق الرحم هو بيؤدي الى اجهاض من قولي مثلا فوق الاسبوع 16. أوكي. ممكن 20 24 لغايه 28. او يؤدي الى ولاده مبكره فيما بعد. تمام. ده بيحتاج لربط، ومع الربط في شويه يعني بريكوشنز معينة لابد انها تتاخد علشان ما يبقاش الربط نقمة ويؤدي الى التهابات، والالتهابات دي تؤدي الى ولادة مبكرة وكأننا ما عملناش حاجة. الشق النفسي بقى يا دكتور، يعني مهمة. في ناس كتيرة جدا بتحسس الست ان دي مشكلتها، يعني انت تعملي اجهاض انت اكيد بتعملي حاجة غلط، انت مش بترتاحي كفاية، انت مثلا ستريسد جدا. الضغط النفسي ده ممكن يؤدي للاجهاض.
او العامل النفسي، الضغط النفسي يؤدي الى اجهاض؟ لا ما ينفعش، لا خالص، لا 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 خالص، ولكن هيؤدي الى اكتئاب يعني. واكتئاب شديد ممكن يؤدي الى كده، بس غير كده لا طبعا. اوكي. الاجهاض قد يكون سببه ايضا الرجل في الرجل. تشوهات طبعا. أوكي. يبقى في تشوهات في الدي ان ايه بتاع الحيوان المنوي، وده يؤدي الى اجهاض متكرر، يبقى لازم علاج للرجل في هذه الحالة. طب ساعتها نكتشف الموضوع ده ازاي، ان المشكلة من الرجل؟ بعمل تحليل للدي ان ايه بتاع الحيوان المنوي بتاع الرجل. تمام. فنعرف انه في ديفكت، يبقى نبدأ نعالج هذا الخلل. تمام. لكن ان احنا نعمل حمل ونحمل الست كل المسؤولية، لا طبعا. معروف انه في عندي 50% من اسباب الاجهاض المتكرر غير مكتشفة الى الان. أوكي. قد يكون الرجل مشارك فيها عن طريق الكروموسومات بتاعته او وده يكتشف فيما بعد. ده وارد يعني. تمام. ووارد اسباب اخرى ده مع التقدم العلم بيكتشفوها. طب لو احنا بنقول يا دكتور ان في حاجه جيناتكس او عيوب خلقيه مثلا عند الست، ممكن تقول طب ما انا لو استخدمت اي تقنيه من اللي انتوا بتتكلموا عليها دي برضو في برسنتج كبيره ان الحمل ما يكملش؟ لا. لو هو ده سبب، يبقى انا ممكن اعمل تقنيه الفحص الوراثي للاجنه. أوكي. عن طريق ان انا بعمل حقن مجهري. يعني اذا الحقن المجهري اللي انا بعمله ده مش بعمله علشان هي ما بتخلفش. لا، ده انا بعمله تشخيصي. علشان يطلع عندي جنين. أوكي. عشان الجنين ده اخد منه خلية. ابعتها معمل الوراثة، نعمل التحليل الوراثي بجهاز اسمه NGS اللي هو احدث حاجة. أوكي. مش فيه كان حاجتين، حاجة اسمه مايكرو اري، ده سيبك منه خلاص. طيب. لكن احنا بنتكلم على NGS. هو ده الجهاز الاشمل والاوسع اللي بيبين لي حاجات كثيرة جدا في الشريط الوراثي بتاع هذا الجنين. تمام. اقول الجنين ده سليم، بنقله داخل هذا الرحم. أوكي. يوم لو حبلت او حصل حمل يبقى ده بيكمل هذا الجنين. ولكن لو ما حصلش حمل، يعني وارد ان هو ما يحصلش حمل، ولكن ده يبقى يعتبر قصدي وسيلة علاج لهذه السيدة. تمام. لما يبقى في مشكلة في او خلل وراثي في الاجنة على طول، وتحمل وتكمل بدون اي اجهاض اطلاقا. للحديث بقية ان شاء الله يا دكتور عبد اللطيف، واحنا سعداء دائما بوجودك معنا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. بشكر دكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري، رئيس مجلس ادارة مستشفى نور الحياة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف. شكرا يا فندم. شكرا مشاهدينا، بكده تكون خلصت فقرتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله.